ما أجمل الماضي وعبقه الجميل وإعادة استحضاره ليجسد جزءاً من تراث حمص. ففي شهر رمضان من كل عام يحرص المختصون بصناعة الحلويات على إعداد أكلة التمرية التي تشتهر بها حمص منذ عشرات السنين. طبعاً نحن بمحافظة حمص مشهورين بأكل اسمه التمرية. طبعاً من 70-80 سنة أجدادنا بيشتغلوها، أبهاتنا وأجدادنا بيشتغلوها. طبعاً هاي تراثنا. نحن قبل بيوم طبعاً في عنا تحضير عجين، نعجن العجين طبعاً طحين وزبدة وسمنة، والعجين بتتقطع بتتسمن بتنسحب، بعدين بتتعبى اللي بدك إياه، بدك سادة مثلاً ما تتعبى شيء، بدك قشطة، بدك عجوة. وتاني يوم مباشرة نحن بنبلش نشتغل فيها، بنقدمها من الساعة 2 لعند المغرب، لا قبل فترة الحظر تماماً. هي عبارة عن عجينة فطائر محشية بالقشطة أو التمر أو من دون حشوة، والتي يتم قليها حتى تأخذ لوناً ذهبياً، ثم تغطس بالقطر وتصفى وتقدم طازجة إلى الزبائن المقبلين على شرائها. جاي ناخذ تمرية هاي برمضان، مشهورين نحن فيها الحماس، نستناها من رمضان لرمضان. أكلي مشهورة فيها حمص، تراثية، فيك تأخذيها مثلاً سادة، فيك تأخذيها مثلاً بقشطة، بعجوي بتنعمل، كثير طيبة. جاي أخذ شوية تمرية، هاي أكلي شعبية حمصية، وبرمضان على طول تلاقي الصائم بيشتهي كل شيء. والله جاي أخذ تمرية، هاي شغلات بتنعمل بس برمضان وعند الأولاد بيحبوها، فجاي أخذ منها وعقبالك السنة تضلوا بخير إن شاء الله. تعيش مدينة حمص أجواء رمضانية بامتياز، ففي كل بضعة أمتار هنالك ركن لبيع المشروبات والحلويات الرمضانية، ولعل التمرية هي الأكثر إقبالا وشراء من قبل المواطنين في الشهر الكريم. من حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.